لكن مع هذا المنظر هذا الرائع نحاول ما امكن نعمل واحد المقدمه ولو يكون فيها غير 5 ثواني. مرحبا بكم في احد اجمل الشواطئ اللي كاينه في الساحل المتوسطي للمملكه المغربيه. مرحبا بكم جمال الحسيمه في روعه الحسيمه. مرحبا بكم كالايريس. كالايريس مصطلح اسباني الترجمه الحرفيه كيعني خليج قوس قزح، جاء على بعد تقريبا 5 كيلومتر من مدينه الحسيمه وتابع اقليميا لمدينه الحسيمه. من بين الشواطئ الرائعه اللي كاينه هنا في الجهه اللي كتجمع بين الغابه والجبال وكذلك الشاطئ اللي غنشوفوه دابا شويه اللي غتشوفوه، كيتميز بالجزيره اللي كاينه في وسط منه اللي قريبه شويه من الشط واللي كتسمى عليها كيسميوها كالايريس. حاجه واحده بالنسبه للدور الذكرى هنايا راه ما كاينش فين تكري. بالنسبه للدراري اللي كتسقسي على المخيم راه ما كاينش هنا، ولكن تقدر تحط الخيمه ديالك بعد شويه اللي تحت وتحط الخيمه ديالك. تقيس الدراري بيتين هنايا ما هضر معاهم حتى شي واحد مادام الامور باقا سالمه هنايا وما كاينش الشغب ما كاينش المشاكل ما كاينش هذيك، يعني ما كاينش اللي يهضر مع الناس اللي كتخيم. ولكن لا قدر الله الا بنادم ما احترم شي المنطقه ولا شي حاجه وقعت شي حاجه تما فاش كيبدا المنع وهادشي اللي ما كنبغيوش باش كلشي يتمتع كيف ما بغى. اللي بغى يكري راه التوريس قريبه على بعد 5 دقائق الطوموبيل تقريبا، مناظر مزيونه بين كالايريس والتوريس. الكرا موجود تما ابتداء من 300 درهم الفوق على حساب الدار وعلى حساب البلاصه اللي جات فيها.